مساكم الله بالخير شباب. شباب جيت ايش راح اسوي؟ راح انقل هذا الدجاج، يعني الكوشن والاسباني، وين انقله؟ انقله لهاي المحميه اللي سويتها للدجاج، وهذا الديك راح اطلعه لان اكيد ما راح يتراهمن ويا الديوك هذين، وراح يصير عرك وطلايب، وهذا الديك اقوى من الدجاج الزينه، فراح اطلعه وارجعه وين؟ الفرات، على ما اكمل لي محميه جديده هنا اخليها للدجاج العرب والوحده. بس هذا اني الدجاجتين راح يبقى يعني عادي، الدجاج عادي زين مو مثل الديك، لان الديك ياثر علينا على الديوك الباقيه وراح يقتلهن كتله معدله، فراح انقلهن هنا والديك ارجع الفرات على ما اكمل المحميه الجديده. اخليها بس الدجاج العرب وهاي راح تبقى للدجاج الزينه. مثل ما تشوفون شباب حولت الدجاج كله هنا، ضعف كله حولته هنا، حتى الطيور هاي هنا تاخذ راحتها وتاكل وتشرب براحتها، يعني شنو شباب ما جاي تقدر تاكل، الطيور ما جاي تقدر تاكل، يعني تنزل هنا جوا تلقى الدجاج، شوف شو مسوي، شوفوا يعني اذى الطيور كلها هذا الدجاج. فايش سويت؟ حولتهن هنا على مود يهمي هنا ياخذ راحتهن، وهاي الطيور هنا تنزل تاكل براحتها. شباب الوضع زين الحمد لله والشكر، ماكو طلايب، يعني كلهن مستقرات والحمد لله والشكر، ماكو طلايب. كنت خايف من هذا الديش الاسود ابو رقيبه بان يقتل الدجاج الزينه، فماكو شيء لحد الان، اي طلابه ماكو، واحنا هذا اللي نريده، يعني احنا نريد ماكو طلايب. شوفوا شباب شلون الطيور نزلت وقامت تاكل وخذت راحتها هنا أنا بالمحميه. باو خطيه كان شنو الدجاج يشحت بيهن ما يخليهن ياكلن، فهسه اخذن راحتهن وماكو خوف. شوفوا لي هاي الفاخته وين معششه، باو على السعف اللي معبرينه، شوفوا هذا السعف اللي عبره فرات من حديده لحديده، باو ما شاء الله. هي هاي الاجواء الصحيحة للطير شباب، هي هاي الاجواء الصحيحة للطير. تعالوا شباب خلينا نغير الماي مال الدجاج. شباب انا مخلص طوله اثنين، هذا صغير وهذا كبير، هذا الكبير للدجاج العرب وهذا الصغير للدجاج الزينة يعني الاسباني والكوشن. ليش؟ هذا ناصي يلوحن يشربه من عده، وهذا العالي ما يلوحن يعني يشربه من عده الدجاج الزينة، فمخلي اثنين. فهسه ايش راح اسوي شباب؟ راح احصر على هذا ليمون ولا راح احصر على هذا ليمون؟ على مود لان الليمون يقوي المناعة مال الدجاج. اليوم راح احصر ليمون، فباكر او عقبه راح اخلي ثوم مكان الليمون، اخلي ثوم. انه بعد هم يومين ثلاثة اخلي خل التفاح، لان هاي الليمون والثوم وخل التفاح يقوي المناعة مال الدجاج، ومو بس الدجاج حتى الطيور، يعني الفناجس ما فناجس، انا هسه الفناجس هم خليت لهم، يعني الفناجس والفاخت والهاي الطيور يعني خليت لهن هم بالمشربية هم عصرت لهن الليمون، وهسه راح اعصر للدجاج. سجبت الليمون ها شباب شوفوا عصره مال الليمون ها على مو شنو يقوي المناعة مالت الدجاج، وهاي هم كذلك. حطيت اكل وماي للطيور وكملت، فقلت ما طول انا قاعد خلي اسوي لي، شوفوا بس بعدني ما مكمله، يعني هذا هيك سويت منين طابوق وطين، هذا المن هذا للكاليفورنيا للبوب وايت للحجل مال الشمال، يعني حجل الشمال. فبس بعدني ما مكمله شباب، هسه قلت خلي اقعد لي شويه اصفن، لان هنا طين ماكو وتبن ما جايب، فيحتاج لتبن وطين، يعني الطين يكون ناعم تراب ناعم على مود اقدر اشتغل، لان هذا التراب كله حجر كبار. المهم كملت هذا النموذج وبعدني ما مكمله، يعني بعد يراد له لبخ، شوفوا لازم اكمله، وهاي الخشبه لازم هم اترسها طين على طولها، يعني كلها اترسها، وهاي من انا هم رايد له تحشي، فهذا يعني نص عمل يعتبر على ما اكمله، ونبى اصوره لكم من يكمل. شباب راح اتركه هيجي هذا العمل، يعني راح اخليه ابقيه على وضعيته على ما اجيب تبن
واحصل لي تراب ناعم واسوي شلون الخمره، يعني كنا اذا تتذكرون قبل نسوي خمره ونصعد للسطح، يعني اسوي شلون الخمره واخمره واخليه على مود شنو اكمل البقيه، فاسوي لي فد 5 6 هنا، وللدجاج همين اسوي لي فد 4 5 فاكمله فرد نوب. يعني ليش يعني كل ساعه انا مسوي لي شويه، فراح اترك هذا العمل وعلى ما اجيب تبن وتراب ناعم واسوي لي خمره واكمل البقيه. اول طير يدخل للبيت البنيتي هو الكاليفورنيا، الفحل جوه جاي يصيح للنثيه جوه. شوف 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 الفحل وين جوه جاي يصيح للنثيه، هي برا جاي يصيح لها. شباب هاي الشغله ناجحه بالنسبه لهاي الطيور، شوفوا يعني تو دخلت ورا النثيه وهسه طلعت، فلازم شنو استعجل واسوي بيوت بعد، يعني فد 3 4 اسوي له هنا. شوفوا شباب شوفوا هاي قدامكم بار، شوفوا شلون دخلت ورا الفحل مالتها، شوفوا فلازم استعجل واسوي بعد بيوت. يا الله هاي البقاله هسه مفقس بيها فرخ، وبعد 3 بيضات موجوده، يعني هسه فرخ واحد والثلاث بيضات ان شاء الله هم باشر واحد وعقبه واحد والورا واحد وكملن تفقيس. يا الله شباب اجينا انا وحسين وجبنا للدجاج البلت، يعني الطعام مال الدجاج، واجينا هسه راح نبدل الماي ونخلي ثوم اليوم مثل ما قلنا، وهسه هاي بيضه بس ما اعرف لمن، يعني ما ادري للكوشن للاسباني ما اعرف، بس ما اعتقد للكوشن لان الكوشن يبيض العصر، فهسه نشوف حسام نشوف شنو، بس لا للدجاجة هاي مالته يمكن مرقية به. شنو آرام بيت ثاني راح اسوي؟ اي صفه هنا؟ راح اسوي بيت ثاني، بس هذا البيت كله من طين بدون طابوق. ها اي احسن. هذا لان شنو؟ كبدايه فما ردت تخرب. اخربه اول شيء لان انا مش سويته. اي فجيت بس كملت عليه. نعم. فهسه راح اسوي بيت ثاني. المشكله شوي التراب ما جاي يساعد. يتعب. اي لازم شنو؟ تنقع يا ابني. اي تنقع. وجيب التبن ذاك هنا. اي. شباب ذاك سويته من طابوق، شوفوا هذا من طابوق وطيب. وهذا راح اسويه من الحجر هو مال التراب نفسه وراح ارتبه، بس هسه شنو؟ راح اسوي اللي اقدر عليه لان خابرني فرات فعنده موضوع مهم وراح اروح له، بس اكمل. يعني ما راح اكمله، راح اكمل هذا على النص. وجوز احتمال بالليل ارجع له. هاشت ايدك ابو كريم حبيبي وايدك. مستعدين لكافة الاعمال بالطين، العمارات، اي واحد شي. اي من واحد حجر، من حجر، اي واحد عنده عماره اي شيء من حجر نسوي لك اياها، محميه بيوت ماطين للحجز والاستفسار الارقام التاليه. اي على الارقام التاليه.
عاشت ايدك ابو كريم. ايدك حبيبي حبيبي وايدك. بس هذا شنو؟ اي يسمونه نص شغل اللي انا راح اروح بعد. نعم ناقل لك احنا. هذا هيك هسه؟ اي. بس على ما نروح ونرجع. هذا اي بس بعد. هذا تمام ان شاء الله. هذا اي بس ليش؟ ها لان طابوق. اي طابوق بسرعة. طابوق بسرعة اي بس اي. عاشت ايدك اخوي ابو كريم عاشت ايدك. تتذكرونه هذا؟ لا شوفوا شوفوا العلافة دي كلش قوية. تتذكرونه ولا لا؟ هذا اللي اذا تتذكرون الحلقة اللي جبت بيها البلابل الثلاثة، اثنين اللي اخذاهن فرات يعني الفرات، وواحد انطاني اياه من الولد علي جزاه الله خير اللي هو من اهل دياله من الخالص. شوفوا هذا واحد من عندهن، انه ثلاثة انطاني اياه فرات قال اخذ لك واحد من عندهن. شوف العلافة فول كلش كلش فول تغريد فول. شوفوا ما شاء الله. وهاي الظاهر توه جايبها بسام، هاي نثية توه جايبها بسام. شوفوا همينه وعدنا واحد برا وهذا الثالث تغريد فول. سمعوا تغريد يعني ما شاء الله. وبالنسبة للكناريات على وضعيتهن، حتى عش ما مخلي لهن على ما يتزاوجن قلنا يلا نخلي عش. العش مالتهن موجود بس ما مخلينه. شوفوا الوانهن حلوة مثل ما تشوفون. الى هنا يا حبايب قلبي نختم الفيديو انا وياكم، وانتظرونا فيديو جديد وحلقة جديدة. أودعناكم.